انت اللي شغال بألف عليه كله. عليه. انا كل اللي بحتاجه ان الموزع ده ينفذ اللي انا بقوله ببقي بس. بس طب ما بتسمحلوش بقى هو يديك فكرة من عنده؟ لا، انا بعطي الاول، يعني بخلي الموزع الاول يقول رؤيته، وبعد ما يقول رؤيته ابتدي انا انظم له كل التراكات بتاعته على حسب الجمله اللحنيه بتاعتي. ففي حسب ما الاخر انت بتطلع بالظبط، ففي الاخر بتطلع بعرف ارقص انا عليها واوصلها للناس صح. طب الحالة الحلوة اللي انت فيها دي يا عمرو بجد، يعني هتخليني أسألك سؤال عشان انا ما ببقاش عارفة فكرة الملحن. بما ان انت ألحانك كلها حلو، يعني معلش انا برضو هدافع عن الزمن اللي انت اتيت منه واحنا حبيناك منه، ده زمن جميل ورائع وقدمت لنا ألحان كلها احلى من بعض، ورقصنا وغنينا مع كل الألحان الحلوة اللي قدمتها لكل المطربين، كل المطربين كلهم كانوا حلوين. لكن أنا عايزة أسألك عن، يعني وإنت في الحالة الجميلة دي ما تفكرش إن إنت كده كمطرب بقى ترجع ورا كده وتروح لملحن برضو شاطر ويشوفك هو بعينه زي ما إنت بتشوف الناس بعينك؟ هقول لحضرتك على حاجة، هو ممكن ده يكون عيب فيا، بعترف بيه، انا ما بحبش حد يلحن. بس ما انت ما هو راجل عيب. انا فنان. قلت على فكرة، على فكرة انا قلت عيب، انا قلت مش دي ميزة، يعني دي مش حاجة حلوة ان انت تعمل كده، بس انا عايز تاريخي كله يبقى بتاع عمرو مصطفى، انا الملحن يعني. هو ما انا انت اللي هتغني، انا بتكلم في حالة الغنى بقى، في لا، حالة انك انا انت ببقى المطرب لا، بقى. هقول لحضرتك على حاجة، انا لا اؤمن ان المطرب فنان. ده سؤال جامد قوي، استنى بقى كده هنرجع تاني. أنا لا أؤمن بأن المطرب فنان، إزاي بقى؟ بالظبط، طب أنا ممكن الفنان أنا هو من هو هو من وهبه الله الفن. ممكن أنا آخد يعني عشان مطرب مش موجود، أنا اللي موجودة هنا، فأنا هاخد مكان المطرب، اسمح لي أكون طب ما أنا انا مطرب، المطرب. ما انا مطرب اهو، ما انا مطرب، أيوه، ما بس انا أنت مطرب. هنا الملحن، بتكلمني بصفتك لا الملحن. لا، انا بتكلم هنا المطرب. ما هو عشان أنت عندك حاجة زيادة برضو حلوة لا لا، انا بقيت المطرب دلوقتي. يعني بس حضرتك لو احنا جيتي بصيتي، لو بصيتي على محمد عبد الوهاب، هو مطرب وملحن، هو فنان. مطرب وملحن فنان، بس في مطرب فنان، في مطربة فنانة. يا فندم اوكي، انا بقول لحضرتك من ناحيتي انا، ان انا لا اؤمن ان المطرب هو انت مؤدي. كعمرو، انت كعمرو لا، ده حاجة خاصة بيك انت. ولكن دي مش قاعدة الناس تاخدها مني، أنا بتكلم عن عمرو مصطفى فقط، لكن طب هي انت مش قاعدة. ممكن